بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى على كل حال، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله سيدنا محمد وعلى الصحب والآل، رضي الله عن آلين عمن سار على نهجه واتبع هداه وهديه وعلينا معهم يا ربنا ترضى عنا إلى يوم الدين. استقر المقام برسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض المدينة الطيبة، وكان نزوله في دار أبي أيوب الأنصاري أحد بني النجار الذين هم أخوال جده عبد المطلب. يحدث أبو أيوب واسمه خالد بن زيد رضي الله عنه عن قضية وقصة نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده، وذاك أنه قال له: يا نبي الله، هل لا نزلت في العلوم؟ كان بيته له طابق سفلي وطابق علوي، فقال: هل لا نزلت في العلوم؟ فقال: ننزل في السفل فإنه أرفق بنا. معلوم أنه قد قدم من جديد، وأنه سيأتيه الضيوف في كل وقت، وسيأتيه السائلون وطالبو الحاجات والزائرون، فكلما جاء أحد لزيارته ينزل من الأعلى إلى الأسفل وهكذا، في حرج عليه، فقال: السفل أرفق بنا. يقول أبو أيوب رضي الله عنه قال: فكنت أنا وزوجتي يوما بالليل في بيتنا، فانكسر حب ماء. حب الماء هو الجرة، الجرة الكبيرة. قال: فجعلت أنا وزوجتي ننشف الماء ونأتي بالثياب لنجفف الماء، ولا نعرف كيف نصنع ذلك، خشية أن يتقاطر ذلك من ذلك الماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إني نظرت يوما فقلت: أأمشي أنا في الأعلى ورسول الله تحتي؟ يسأل هكذا نفسه من شدة أدبه وفهمه رضي الله عنه: أمشي أنا ورسول الله يقيم تحتي هكذا؟ يليق هكذا؟ قال: فنزلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، تصعد إلى الأعلى؟ فقال: يا أبا أيوب، السفل أرفق بنا. فقلت: يا نبي الله، وجعلت أكثر عليه حتى صعد إلى الأعلى. قال: وكنا نأتيه بقصعات الطعام، يقدمون له ضيافة الطعام. قال: فلما تعود إلينا القصعة كنا نتتبع أنا وأم أيوب مواضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرجو بذلك البركة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم، والحديث أخرجه مسلم والبيهقي وغيرهما، قال هكذا يقول النووي، وهو من هو في علمه وفضله وتقاه وفقهه، يقول: فيه، أي في هذا الحديث، التبرك بمواضع وآثار أهل الخير والصلاح وغيرهم. من الذي يقول؟ لست أنا. يقول النووي قبل 800 سنة حينما شرح هذا الحديث في صحيح مسلم، يقول: فيه التبرك بمواضع وآثار أهل الخير وغيرهم، يعني ممن يتصف بصفاتهم، ولم يقل فيه التبرك برسول الله فقط، ولكنه قال: فيه التبرك بآثار ومواضع أهل الخير والصلاح. قال: فكنا نتتبع آثار يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصعة الطعام، نرجو في ذلك البركة. فصنعنا له طعاما يوما فقدمناه له، فعاد إلينا كما هو. قال: ففزعت أنا وأم أيوب، ثم نزلت إلى رسول الله فقلت: يا نبي الله، أحرام هو؟ لم يأكل منه أي شيء، رد الطعام كما هو. فقلت: أحرام هو؟ لذلك لم تأكل منه شيئا؟ قال: لا، ولكن فيه هذه، وأشار إلى الثوم.
كان قد وضعوا فيه ثوما، المعروف الثوم اللي بنقول له. نعم، وكانوا قد وضعوا فيه ثوما، وإني أناجي من لا تناجون فكلوا أنتم. يعني أنتم يجوز لكم أن تأكلوا، ليس هذا الأمر خاصا، يعني ليس هذا الأمر لواحد فقط، وإنما لكم جميعا، لكم أن تأكلوا منه، وإنما أنا خاصة لي أناجي من لا تناجون. يناجي جبريل عليه السلام من ملائكة الرحمن. فينبغي أن يكون حاله على أحسن حال، ظاهرا وباطنا، طيبا ظاهرا وطيبا باطنا. يقول أبو أيوب: فأنا والله أكره ما تكره يا رسول الله، فما عدا يأكل غير الثوم، ليس بحرام، وقال لهم كلوا أنتم، لكن قال أنا أكره ما تكره. سبحان الله. وقد قلت كثيرا ومرارا، المحب الصادق يصبح في النهاية صورة لمحبوبه، تتجلى صفات المحبوب عليه فينطبع فيصبح نسخة من محبوبه تماما، كما أشرنا إلى ذلك في أعمال وأوصاف وأخلاق أبي بكر رضي الله عنه. يقول الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: قال ابن سعد، وابن سعد رجل من أهل العلم وله كتاب في السيرة كبير جدا يدعى طبقات ابن سعد. يقول: قال ابن حجر، قال ابن سعد في طبقاته: فبكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب 7 أشهر، إلى أن بنى مسجده الشريف وحجرات زوجاته. بنى المسجد الشريف أولا، ومن ثم بعد أيام أو بعد مدة بنى الحجرات. فكان أول عمل قام به صلى الله عليه وسلم بمجرد إقامته في المدينة أن بدأ ببناء المسجد الشريف. أين كان بناء المسجد؟ في الموضع الذي بركت فيه الناقة، والذي قال قبل ذلك عنها: خلوا سبيلها فإنها مأمورة، أي مأمورة من الله تعالى بمكان محدد تنزل فيه لا تحيد عنه. فلما نزلت في ذلك المكان ثم قامت ورجعت إليه بعد ذلك، أشار النبي صلى الله عليه وسلم: لمن هذه الأرض التي نزلت فيها الناقة؟ فقالوا: هي لغلامين يتيمين في حجر فلان، يعني فلان يشرف على تربيتهما. قال: فجاء بهما فقال: ثامنوني بحائطكم يا بني النجار، كم ثمن هذه الأرض؟ فقالوا: بل نهبه لله ورسوله، نحن نأخذ ثمن هذا المكان. فقال: لا بالثمن. وكانوا غلامين يتيمين كما قلنا. قال: فأعطاهما الثمن، وكان في تلك الأرض قبور للمشركين، لكنها قديمة دارسة وخرب، يعني أحجار وما إلى ذلك، وبعض شجيرات صغيرة ونخلة. قال: فأمر بقبور المشركين فنبشت وأزيحت، وكانت قبورا قديمة عادية، يعني مر عليها زمن طويل جدا. قال: وأمر بالخرب فسويت، مهدت الأرض، وأمر بالشجيرات فقطعت، وكذا بالنخلة. قال أهل العلم: يستفاد من هذا أنه إذا كان مكان يحتاج إليه وفيه بعض قبور قديمة دارسة، والقبور القديمة يفترق شأنها عن القبور الجديدة التي لا يزال فيها الميت يعني قريبا من الدفن، فهذه لا ينبغي أن تزال إلا قبور المشركين، فهنا حتى وإن كان الميت جديدا تزال هذه القبور إن كان هناك حاجة للمسلمين. لكن على كل، كانت القبور على كل الأحوال في ذلك المكان قديمة دارسة، يعني ليس فيها شيء. قال: فأمر بالقبور فنبشت وأزيحت، وأمر بالخرب فسويت، وأمر بالشجيرات فقطعت. قال أهل العلم أيضا: إن كان هناك حاجة لقطع الشجيرات تقطع، وإلا فإن ذلك منهي عنه كما تعلمون. قال: ثم جعل يأمر أصحابه بالتساعد والتعاون في بناء هذا المسجد الشريف.
وبدأ الصحابة يبدأ ببناء المسجد وبحفر أساساته في الأرض. وكانت أساساته في الأرض 3 أذرع، والذراع قريب من 50 سنتيمتر تقريبا. قالوا: وكانت أساساته في الأرض 3 أذرع، وكان طوله مما يلي القبلة هكذا، يعني طوليا ما يقرب من 100 ذراع. قلت الذراع 50 سنتي، يعني حوالي 50 متر. قالوا: وعرضه من جانبيه قريبا من ذلك، أيضا ما يقرب من 50 متر تقريبا، 100 ذراع، وأساساته في الأرض 3 أذرع. قالوا: وكانت جدرانه اللبن والطين. اللبن جمع لبنة، واللبنة هكذا هي قطعة من الطين تجهز ثم تنشف حتى تصبح أقرب ما يكون في عصرنا إلى القرميد، أرميدة يعني، ثم يبنى بها. قال: فكانت جدران المسجد من اللبن والطين، وكانت أعمدته من جذوع النخل التي قطع بعضها لما بدأوا العمل ببناء المسجد، وكان سقفه من جريد النخل، وفرشت أرضه بالتراب والحصباء، وجعل له 3 أبواب. وهم الصحابة رضي الله عنهم بالعمل، ويراهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأ هو أول واحد فيهم بالعمل، ويحمل التراب واللبن على كتفيه الشريفتين، فينظر إليه الصحابة فيسرعون ويقولون: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. فيجيبهم عليه الصلاة والسلام: هذه الحمال لا حمال خيبر، هذه أبر ربنا وأطهر. الذي يحمل على ظهره لبناء بيت من بيوت الله ويتعب في ذلك، على هذا ينال الأجر، وليس الذي يبيع ويشتري ولا هم ولا قصد له إلا الدنيا. وخيبر كما أشرنا البارحة من قرى اليهود القريبة من المدينة، وكانوا مشهورين بالتجارة وحب المال، فكأنه يقول لهم: من أراد التجارة الرابحة فهذه التجارة الرابحة، هذه الحمال التي ينال بها الإنسان الثواب الحقيقي، لا حمال خيبر الفانية من شؤون الدنيا، هذه أبر ربنا وأطهر. ويقول أيضا: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. وحينما يسمعون مثل هذا الكلام تطير قلوبهم فرحا وسعادة ونشوة، أن يرون خير خلق الله يبدأ العمل ويشجعهم عليه. فكانوا يحملون لبنة اللبنة، ويأتي عمار بن ياسر رضي الله عنه، الصحابي المهاجر المعذب كما تذكرون في سبيل الله، فيحب كثرة العمل وكان شابا، فيحمل على كتفيه لبنتين لبنتين، ولعل بعض الصحابة يمازحه، فيمر عمار برسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا نبي الله، قتلوني، يحملون لبنة اللبنة ويحملونني لبنتين لبنتين. وهو كان هو يريد ذلك، لم، وإنما أراد المداعبة والمباسطة، ويحملونني لبنتين لبنتين. فقال: ويح عمار، ما يقتلونك لكن تقتلك الفئة الباغية. سبحان الله. عمار رضي الله تعالى عنه كان يريد المداعبة، فقدر الله تعالى أن يجري على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما سيؤول إليه أمره قبيل وفاته، وكيف ستكون خاتمته على خير ما يكون رضي الله عنه. واستتبع الصحابة رضي الله عنهم البناء إلى أن تم. فلما تم البناء ومهد وجهز، كان كما وصفنا من أوصاف، فرشت أرضه بالحصباء والرمال. ويتفكر إنسان الآن: كم الفارق بين مساجدنا وذلك المسجد النبوي الذي خرجت منه جاء
جميع الخيرات بمختلف أنواع الأعمال الصالحات على مر التاريخ، وخرج منه عظماء الرجال وحققوا بذلك كل أنواع الفضل لعموم المسلمين. كم الفارق بين ذلك المسجد الذي هيئته كلها تدل على التواضع ومساجدنا التي لم ندع شيئا من مجالات الزخرفة إلا ووضعناها فيها؟ بل لعل كثيرا منا يدخل: يا أخي ليش السجاد مو أحسن نوع؟ وليش ما هي كثيرا لوحات في المسجد؟ ولماذا كذا ليس موجودا؟ لماذا؟ هل تأتي للمسجد لتتفرج على زخرفه؟ هذا للأسف حالنا نحن اليوم. مساجدنا ظاهرها عظيم جميل يبهر الأنظار ويأخذ بالألباب، لكن باطنها إلا ما رحم الله فارغ من الخير للأسف. أقول إلا ما رحم الله، فمهما كانت المساجد فهي بيوت الله تعالى، لكن كثرة الاعتناء بالزخارف والأمور الظاهرية التي أكثرها مكروه، ولعل بعضها يصبح حراما إن كان المال وقفا. قال إيش يعني؟ يعني إذا المال موقوف، واحد أوكلك بمال موقوف، ينبغي أن تبحث عن أفضل الأشياء التي يكون فيها المال مستعملا ودائما الانتفاع به في المسجد فتضعه، لا أن تبحث والله عن لوحة توضع. ماذا يستفاد من لوحة؟ ماذا يستفاد من شيء لا يؤثر لا يقدم ولا يؤخر؟ يستفاد مثلا من سجادة يصلي عليها الناس تكون جيدة لا بأس، وهكذا الأشياء التي تدوم وتستمر. أما أشياء من الزخارف والبناء وبخاصة زخرفة الأحجار وظاهر، يقول بعض الناس: يا أخي لماذا النصارى يزخرفون ونحن لا نزخرف؟ تشبه نفسك بالنصارى يا رجل؟ عجبا، تشبه بيت الله الذي يوحد فيه الله ببيت النصارى الذي يجعل الله فيه ثلاثة؟ عجبا لأمرك يا رجل. أعود فأقول: المسجد الذي خرج العظماء في كل شيء وانتشر منه العلم الذي نفع الدنيا بأسرها كان هكذا شكله، أرضه حصباء. قال: ما كان في ذلك الوقت سجاد؟ لا والله في سجاد. هذا السجاد الذي نقول له العجمي هذا مضى عليه 5000 سنة، هذا السجاد موجود والبسط موجودة. وحينما خرج الصحابة فدخلوا إلى أرض العجم كانت أرضهم وقصورهم كلها مفروشة بهذا السجاد، وكذا أرض الروم، وكذا كثير من بعض أصحاب العرب كانوا يهتمون بذلك بعضهم أقول، فهذا كان موجودا. إذن ليس الأمر لأنه لم يكن موجودا بل كان موجودا، وإنما الأصل في هذه الأمور التي يتوجه الإنسان فيها إلى ربه أن يكون مبناها على التواضع، ليشعر الإنسان بكامل العبودية الخالصة لله رب العالمين. قال: فلما انتهوا من بناء المسجد وبدأوا فيه الصلاة كانوا في أول أمرهم يتحينون أوقات الصلاة تحينا. تعلمون أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء والمعراج بمواقيتها، وأنها كما قال بعض أهل العلم وذكرنا ذلك في أول دروس السيرة أنها قد فرضت والله أعلم على قول بعض أهل العلم قبل ذلك ركعتين صباحا وركعتين مساء، أما مواقيتها وتفصيلها وكونها صلوات خمس فكان ذلك ليلة الإسراء. قال: فكان الناس يتحينون لأوقاتها، يعني يقدرون أوقاتها ويأتون إلى المسجد، لكن الناس كثروا وأعدادهم تزيد يوما فيوما، فجعل بعضهم يتأخر أو يتقدم، يعني يأتي متأخرا قليلا على تقدير حصول الوقت، وبعضهم يأتي مبكرا جدا فينتظر كثيرا ويتأخر عن عمله وهكذا. قال: فجعل الناس يأتون إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ويتشاورون، كما أخرج الإمام البخاري والبيهقي والترمذي وأحمد، وما أذكره الآن من روايتهم مأخوذ منها كلها. قال: فجعلوا يتشاورون على شيء يجعلونه يعلمون به وقت الصلاة. قال: فقال بعضهم: نصنع بوقاً
كبوق اليهود، واليهود كانوا ينفخون في بوق ليجتمع الناس إلى معابدهم. قال الحافظ ابن حجر في شرحه للبخاري، قال: وهذه الرواية رواها أبو الشيخ، وأبو الشيخ أحد المحدثين، ما يعني ابن شيخ، هكذا هو اسمه، يدعى يلقب بأبي الشيخ وهو أحد المحدثين. قال: هذه رواية رواها أبو الشيخ. قالوا: نصنع بوقا كبوق اليهود. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك من عمل اليهود، يعني لا نريده. فقال بعضهم: نأتي بالناقوس فنقرع به فيجتمع الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك من عمل النصارى، كأنه يريد لا نريده، لا نفعله. فقال بعضهم: نشعل نارا فيرتفع لهيبها وغبارها فيراه الناس فيجتمعون. قال: ذاك من عمل المجوس الذين يعبدون النار، كأنه يريد لا نريده. قال: فقال عمر، وهذه الآن رواية البخاري، قال: فناد بالصلاة، فلينادى بالصلاة. هذه الرواية إلى هنا قد يظنها البعض فلينادى بالصلاة يعني فليؤذن، لا، وإنما فلينادى بالصلاة كما قال ابن حجر يعني فليجمع للصلاة بصوت، يعني يصيح إنسان تعالى إلى الصلاة. قال ابن حجر: وكان النداء إليها الصلاة جامعة. الصلاة هكذا بالفتح، أي احضروا الصلاة لمن يهتم بالعربية. قال: الصلاة جامعة. قال: فاهتم الناس لذلك الأمر وعادوا إلى بيوتاتهم. أخرج الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، أحد فضلاء الصحابة، قال: اهتم الناس بأمر الاجتماع للصلاة، فرجعت إلى منزلي، فلما نمت رأيت فيما يرى النائم رجلا يحمل ناقوسا على ظهره، فقلت: يا عبد الله، أتبيعني هذا الناقوس؟ قال: ما تصنع به؟ قال: أضرب به ليعرف الناس وقت الصلاة. قال: أولا أدلك على خير من هذا؟ فقلت: نعم. قال: إذا حان وقت الصلاة فقل: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ويستيقظ عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه فرحا بهذه الرؤيا، ويسرع بها إلى رسول الله فيخبره بما رأى، فيقول له عليه الصلاة والسلام: والله إنها لرؤيا حق، ولكن ألق هذه الكلمات إلى بلال فإنه أندى صوتا منك، أي أطيب وأقوى وأحسن صوتا منك. قال أهل العلم: يستفاد من هذا أن يكون المؤذن صيتا، أي حسن الصوت، جميل الصوت، تطيب قلوب الناس بسماع صوته وندائه. قال: ولكن ألقه إلى بلال فإنه أندى صوتا منك. قال: فألقاه إلى بلال، يعني علمه إياه. فلما حان وقت الصلاة رفع بلال صوته بالأذان، فخرج عمر رضي الله عنه من داره يجر ثوبه، فوصل إلى رسول الله: والذي بعثك بالحق، لقد رأيت مثل ما رأى عبد الله بن زيد. قال: فقال: إنها لرؤيا حق. ذكر بعض أهل العلم أن عددا من الصحابة رأى ذلك، لكن الحافظ ابن حجر قال: إن هذا لا يثبت، لا يثبت إلا لعبد الله بن زيد صاحب الرؤيا، رؤيا الأذان، ولعمر رضي الله تعالى عنه بتصديق قوله كما رأى رضي الله عنه. ومن ذلك اليوم شرع الأذان، فكان بلال رضي الله عنه يخرج على أعلى بيت في المدينة، يعني على سطح ذلك البيت، فإذا حان وقت الصلاة أذن، ثم بعد ذلك كان يساعده في الأذان عبد الله بن أم مكتوم الصحابي الجليل الأعمى الذي كان
صاحب قصة عبس وتولى رضي الله عنه وأرضاه. يقولون: وكان بلال رضي الله عنه إذا أراد الأذان يقول بعض من كان قريبا من البيت الذي يؤذن عليه بلال، قال: كان بلال ينتظر الفجر، فإذا اقترب موعد الصلاة رفع يديه فقال: اللهم اجعل لنا بيننا وبين قريش أمرا رشدا، صل بيناتنا يا رب. قال: ولا يتركها يوما واحدا ثم يؤذن، يدعو بذلك: يا رب فرج عنا، نحن ابتلينا بقريش وأصابتنا وضيقت علينا، فيدعو بذلك. قال: ثم ينادي بالأذان. وهكذا رفعت هذه النغمة العلوية الطاهرة العظيمة التي كلها تعظيم وتوحيد وتوجه إلى عبادة الله عز وجل، وبدأ الأذان، وبدأ هذا الصوت الطيب يرفع من عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي صار مركزا لكل خير ومنطقة تشع منها الأنوار على جميع أهل الأرض هداية وتوفيقا. أسأل الله أن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، والحمد لله رب العالمين.